جهاز آخر اللي هو هذا الجهاز سموه جهاز تبخير، ندخله بنفس الإبرة مثل ما تشوفون. وصلنا داخل الغضروف، ايش نجري؟ نجري عمليه يسموها عمليه تبخير عن طريق الحراره. نعم. فهي الماده الجيلاتينيه الجزء السائل من عندها راح يتبخر، وايضا راح يؤدي الى انكماش الغضروف. بالاضافه الى فائده ثانيه لهذا الجزء اللي هو جهاز التبخير، طبعا يرتبط بالجهاز هذا البروب، انه هاي ماده حراريه ممكن تؤدي الى التئام التشققات اللي سببت اصل الانزلاق، فبالنتيجه راح يعني مو بس يعالج الانزلاق.